ورجعنا لكم تاني مع صناعه موجوده في بيوتنا كلنا، في بيت فقير، بيت غني، بيت وزير، بيت سفير، بيت غفير، موجوده بجميع الطبقات. ومش هتكلم كتير، احنا هنتكلم معانا النهارده لتاني مره المهندسه سمر العربي، عضو مجلس اداره مصانع الملكه. هنقول لها الاول مساء الخير. مساء النور، منورانا. الله ربنا يخليك. ده نورك. انا مبسوطه ان انا معاك للمره الثانيه. ان شاء الله النهارده تبقى حلقه احلى وامتع، وهنوري الناس حاجات كتير جدا مفيده. ده انت شويه وهتيجي تقعدي مكاني وتقدمي الحلقه. ايه الثقه ده من تاني حلقه بتعملي كده؟ خلاص انا بعد كده نعمل فضفضه مع سمر. بالظبط كده، صباح الفل. ما استغناش عنك. الله يخليك. احنا بدعوه كريمه منكو والناس قالوا انت قاعد بتتكلم وتتكلم وكله كلام في الهجايس بالبلدي، يعني بلغه الفضفضه، قلنا نطلع اسكندريه نشوف هو كلام في الهجايس ولا كلام ايه. احنا رحنا وده هنشوفه دلوقتي. شفنا حاجات انا شخصيا ما كنتش متخيلها، او بحكم ان انا في الاعلام ما كنتش متخيل ان اخش مصنع محترم زي كده او ده موجود اصلا في مصر. فهندردش وهنتكلم وهنحكي في حاجات كتير في المصنع. بس الاول انت دعيتينا ليه؟ دعيتك طبعا عشان انت نورتنا طبعا، انت وفريق العمل كله. احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن خطوات الانتاج عندنا، وازاي بنصنع، وازاي بنطلع الحله والقدره الانتاجيه للمصنع، وازاي بنعمل القرص والحله وكل الحاجات دي. فكان لازم الناس تشوف الكلام ده وتعرف ان هو مش كلام وخلاص، وان هي تتفرج وتعرف ان الكلام ده حقيقي، وان احنا عندنا مصانع كويسه جدا وبتنتج بقدره كويسه جدا. وده كان حاجه مهمه تدعمنا الحلقه دي طبعا، عشان ده مصداقيه لينا. ويعني المشاهد لازم يكون احنا قلنا الحلقه اللي فاتت، طب وريني بقى الحلقه ده والحلقه دي، وريني الكلام اللي انت قلته فعلي. فكانت الدعوه مهمه جدا عشان الناس النهارده هتتفرج وهتتمتع بكل مراحل الانتاج، وهتعرف احنا ازاي بنصنع الحله، ان دي حاجات في ناس كتير جدا ما تعرفش الموضوع ده. طبعا احنا زرنا مصنع الملكة اللي هو المصنع الحديث اللي فيه سيراميك والجرانيت والتفلون. والتفلون ده اتفرجنا عليه وشفناه. وزرنا مصنع عبور سينا اللي هو الاصل، الأساس. اصل الملكة الأساس. وتشرفنا وقابلنا الحاج الجميل محمد العربي المتواضع جدا، اللي مهما هقعد اقول مش هينفع، الناس هتشوفه وهتسمعه حاجة في قمة التواضع وقمة الرقي، وازاي ابتدى وازاي وصل لدوت. فعشان ما نقعدش نتكلم كتير هاخدك وناخد المشاهدين ونزور المصنع وتقرير والحاج محمد العربي، نطلع بره. أعزائي المشاهدين، بدعوة كريمة من إدارة مصانع الملكة الأواني الطاهي لفضفضة مع روبير في اسكندرية. اسكندرية مارية وترابها زعفراني. جينا هنا في اسكندرية بنعمل حاجة جميلة. بنعمل إيه؟ جينا نبص. حكوا معانا في الحلقة اللي فاتت إحنا بنعمل وبنسوي، قلت لأ أخدكم معايا نيجي نبص نشوفهم هم بيعملوا إيه؟ إيه القرص وإيه الحلة وإيه الغطا وإيه وإيه وإيه؟ هنطلع دلوقتي نبص مع بعض ونتعلم الحلة اللي بناكل فيها أكلنا شكلها إيه، مصنوع إيه، كلامهم صح ولا غلط؟ تعالوا نبص مع بعض. عبور سينا ده عالم من أعلام الصناعة الوطنية، وأنا أعرفهم معرفة شخصية، بس هي ممكن باشمهندسة ما تكونش عارفاني، لكن الوالد طبعا كان لينا علاقة بيه طيبة، وهم ناس من رواد الصناعة، صناعة الألمنيوم على وجه التحديد والاواني المنزليه. لا ازاي طبعا اسكندريه كلها تعرف مين هم عبور سينا، ولهم بصمه صناعيه، وانا بفتخر بيهم كصناع وكحرفيين، و
يعني ما عنديش كلام بقى، لو قعدت كده اهوت هضيع معاك الحلقه في ان انا اقعد اشهر في الصناعه، صناعه الالمنيوم على وجه التحديد اللي هي كانت الاول مشغولات نحاسيه، ثم انتقلنا الى الالمنيوم بتطور الالمنيوم، وبدانا نخش على التبلن تيبال، وبدانا نخش دلوقتي على السيراميك والجرانيت وما الى ذلك. نعرف مين هو محمد العربي؟ محمد العربي هو نسبه والدي اسمه محمد خليل علي، لكن شهرته في صناعة الأواني من أيام الخمسينات الحاج عربي خليل رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. وأنا يعني نسبة لوالدي محمد العربي خليل. تمام، احكي لي شوية بقى عن الألمونيوم اللي من سنة 50، بتتكلم من 70 سنة، وأنت الجيل الثاني وولادك الجيل الثالث والأحفاد هم منورين وراك الجيل الرابع. احكي لي عن الألمونيوم. الألمونيا بدأت في الخمسينات، لأن كان قبل الألمونيا كان فيه نحاس. وبعدين بدأ يتعمل الألمونيا اللي هي البلدي اللي هي بتاعت الأرياف أو اللي يقولوا الألمونيا الفلاحي اللي هي المخروطة. وبعد كده اتعمل حاجة اسمها الألمونيا الفرنجي. يعني إيه الألمونيا الفرنجي؟ اللي هي كانت متلمعة من بره ومسنطرة من جوه. وبدأ صناعة الأواني الألمونيوم من هذا التاريخ. وكنا زمان كان عندنا مصنع هنا قديم في محرم بيه. أيوة. وده كان ده تبع الاجانب. والمصنع ده طبعا بكده بعد كده طلع منه والدي. أيوة. وطلع منه ان هم الناس اسسوا الصناعه في مصر كلها. تمام. فوالدي طلع من هذا المصنع وعمل مصنع خاص بيه اسمه السبع، وده كان في المنشيه على البحر. مصنع اخر اللي هو يعتبر من اكبر المصانع الموجوده في اسكندريه ومصر كلها. أيوة. اللي هم كانوا مصنعين. أيوة. معروفين في اسكندريه. تمام. وبعد كده سنه 73 بدانا نعمل شركه عبور سينا لصناعه الاواني، ودي نسبه طبعا كنا ايامها حرب اكتوبر المجيده. تمام. وبدانا عبور سينا سنه 73، وكان معايا طبعا والدي رحمه الله عليه، وكنا بادئين يعني حضرتك بمنظومه صغيره. أيوة. والحمد لله بعد كده سنة 93 أخذنا في منطقة مريم الصناعية مساحة كبيرة، وبدأنا نعمل تطوير في صناعة الأواني، أخبر حضرتك. ومن 93 لغاية دلوقتي برضو إحنا شركة عبور سينا، فمنظومتنا الحمد لله اللي هي يعتبر من أحسن المصانع الموجودة. بص حضرتك عشان برضو الناس أو المستهلك يفهم الموضوع ماشي إزاي. الألمونيا البيور، فدي نوع من انواع سبائك الالومنيوم اسمها كده. ايوه. سبائك الالومنيوم دي كذا سبيكه. الالومنيوم عده سبائك. أيوة. سبيكه للطيارات، سبيكه للالموتال، سبيكه للكابلات. يعني عده سبائك. احنا السبيكه بتاعتنا البيور اللي غير مضره بالصحه وبتتعمل لصناعه الاواني المنزليه. أيوة. اسمها 1050. أيوة. احنا بالمختصر بنقول عليها 1050. تمام. ابقى كده. ودي درجة نقاها 99.5. ودي معانا شهادات بيها. طبعا. من طبعا. ناجي حمادي. ناجي حمادي. ومن شركة النحاس. والنحاس برضو. والشهادات محطوط فيها النسب بتحط في السبيكة. وكل الشركات الكبرى بلا استثناء. ايوه. ابقى كده بيبقى كله شغله بيور. ومهم جدا بيبقى حاطط ختم على المنتج بتاعه زي الذهب. شوف حضرتك الختم بتاع الذهب. ايوه فهمت. او كل منتجات الالومنيوم من الشركات الكبيره. بيحط الختم بتاعه بقى حضرتك على الحله بتاعته. ابقى كده لان هو كده اي شيء اي بتاع بيبقى هو المسؤول عنه. لكن للاسف يعني انا يعني برضو مش عايز اعمل رعب للناس. لكن للاسف الشديد في المونيا في السوق، دي المونيا دي سبايك. ايوه. بقى حضرتك ودي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره مثلا ايه؟ كوكتيل. من الخرده، الكنزات، الالموتال، الكابلات الكهرباء. ودي كابلات كهرباء، يعني احنا بناكل حاجات بنصنعها من كابلات الكهرباء. في كابلات كهرباء المونيوم. ايوه فندم. لا انا بسمع المشاهدين. ايوه بقى حضرتك. أيوة. هذا الكلام ماشي. كابلات الكهرباء ليها مواصفه. الالموتال ليها مواصفه. ابقى كده الطيارات لها مواصفة. تمام. لكن الاواني ليها مواصفة اللي هي 1050 و99.5 معروف كده. فدي ليها مواصفة. فلو للاسف المواصفة غير المواصفة بتاعت الاواني طبعا بيحصل مشكلة للانسان.
لان الاكل برضو مهم او خطير. الاكل ده بيتعمل في الحله، والحله دي بتغلي على النار، والنار دي بتتفاعل، الغليان ده بيتفاعل يطلع الشواب. الشواب بقى اللي احنا للاسف بناكلها او بنعملها من غير ما نحس بيها. لكن انا تحذيري الخطير وبنبه عليه وباكد عليه، ما تشتريش الالومنيوم اللي موجوده في الشارع. في الومنيوم بيتعرض على الرصفان وفي الشارع، دي كارثه رخيصه. ده كلام جميل رخيصه، بس في النهايه ايه؟ في النهايه حتى هتعيق سن. بجد لكن من محلات المحترمه، بجد شركات محترمه، ايوه دي تاخد الحاجه وانت مطمئن مطمئن مطمئن. بنصدر لعديد من الدول، كتير جدا جدا. وما ينفعش اصدر منتج لما يكون معاه شهادته الصحيه. واحنا معانا شهادات الصحيه، مفيش اي دوله طبعا، اي دوله من الدول اللي هي بتستورد بتقبل ان يخش بلدها او يخش عندهم اي شغل مش صحي. تمام، وده فضل ربنا علينا. انا عايز اقول حاجه اتفضل. اول مره تتقال يعني. ال 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 الوحيد اللي دخل منتجات المونيوم من عبور سينا لامريكا، اللي هو ايه بقى؟ ايوه، اللي هو للعرب هناك، اللي هو القدره والبراد ابجته والكنك ابجته والحاجات اللي هي بتاعه العرب لامريكا. لامريكا وانا بتحدى لو حد تاني او امريكا بالذات استحاله تدخل منتج وانت بالذات لما يكون جوده 100% وعالي. حضرتك احنا بنعمل في الالومنيوم جميع المنتجات والرفايع اللي بيسموها رفايع عندنا، اللي هي الكنك والبراد والقدره وحله الكسكسي وحله المكرونه وبنصدر حله كسكسي لبلاد المغرب العربي. وانت انت الوحيد اللي بتعمل حله الضغط، وحله الضغط برضه الحمد لله الوحيده الالومنيوم في مصر. احنا النهارده يقول لك الالومنيوم لا ده وحش للاكل، ما تطبخش فيه، ده الالومنيوم يتفاعل وبالحراره وبالبروده. طب هل احنا نطبخ فيه ولا الاكل ممكن يبات فيه؟ ايه المشكله في الالومنيوم عشان نعرف الساده المشاهدين؟ بص حضرتك الالومنيوم تاخده وانت مطمئن وتطبخ فيه وتعمل فيه، لكن الالومنيوم ما يباتش فيها طبيخ، وطبيخ يكون متسبك. تمام، هبقى انت بس فقط غير، لكن غير كده الالومنيوم أبقى أنت صالحة للأكل وصالحة وقت ما هي ألمونيا بيور. وزي بأكد على الكلام ونقاها 99.5. ولو جينا دمسنا فول، الفول يبات عادي في التلاجة؟ لا لا لا، الفول عادي. أنا بقول لحضرتك كل حاجة تبات ما عدا الأكل اللي هو متسبك. طيب الحاج عربي، وفرصة إن إحنا في مقر حضرتك في اسكندرية في مصنع عبور سينا، تحب تقول إيه للسادة المسؤولين القائمين على الصناعات في مصر علشان حاجة زي صناعة أواني الطهي تعلى معانا ونقدر نزود الصناعة بتاعتنا، نزود العمالة، نقدر نصدر بزيادة؟ انت شايف ايه اللي انت محتاجه؟ هو الموضوع بمنتهى البساطة، عندنا كم رهيب في الأسواق المصرية. أيوة. وده جاي من احدى الدول الأوروبية. أيوة. أبقى انت وهذا الكلام أباك أنت ده بيأثر فينا تأثير عالي جدا جدا، إن هم للأسف للأسف متعمدين ينزلوا هذا البضاعة مصر ويدعموهم أباك أنت. والصناعة دي على فكرة إحنا ألوف المؤلفة، دي على ذلك إن إحنا شغلنا منتجنا الحمد لله منتج بتاعنا منتجنا كويس جدا وعالي جدا وعالي جدا، لكن هو مطلوب تدعيم الدولة مع وزارة الصناعة مع الصحة، لان برضه خد بالك برضه في مشكله رئيسيه، الشغل اللي جاي من بره برضه في مشاكل صحيه كتير جدا جدا، ولازم الشغل ده يتحل كويس قبل ما يخش مصر. يعني مفيش رقابه صحيه على الشغل اللي داخل كويسه ولا ايه بالظبط؟ والله يعني يعني انا برجو ان هم التحليل يبقى صح بالنسبه للمنتجات اللي جايه، لان برضه بالمناسبه كل الشغل اللي جاي من بره الشغل ده كده المونيا سبايك ومرشوشه أبقى بالتفال، وطبعا والدنيا جميله وحلوه. تونس وقفت الشغل من احدى الدول الاوروبيه. ايوه اللي هو كان بيغزوها. ايوه أبقى انت النهارده بص بقى الجمال والحلاوه. النهارده التوانسه تحولوا من هذه الدوله لنا في مصر ومصدر لهم دلوقتي. شوف بقى الجمال بقى. أبقى انت المغرب نفس الكلام. أبقى انت هتقول لي طب هم عملوا ايه؟ هقول لحضرتك برضو هم يسالوا
ابقى جبت عشان بيقولوا عشان برضو احنا في اتفاقيات وفي قرار في شعبين، لكن الستونس ومارن فرضوا رسوم على هذه الدوله. اه طب معلش سيبنا ترجم كلامك. يعني الاخوه المسؤولين في تونس والاخوه المسؤولين في المغرب وقفوا استرادوا من احدى الدول الاوروبيه ولجؤوا لينا في مصر، نرجو من الاخوه المسؤولين اللي في مصر يوقفوا او يقللوا الاستيراد من هذه الدوله الاوروبيه عشان احنا كمصريين نبيع، صح كده ولا انا فاهم غلط؟ المفروض يا ريت رساله توصل للاخوه المسؤولين. ايوه اتفضل يا فندم. وانا بشكرك على لقائك ابك انت، وبشكر كرة الصحة وجمال الصحة، ربنا حاجة جميلة. أنا أولاً بشكر حضرتك، وبعيد جملة كان قالها محمد بن مهندس في الحلقة اللي فاتت، قال الإعلام الزراعة الرابعة طبعاً والأهم في الصناعة طبعاً. كان حضرتك أنت بتصنع لنا حاجة قيمة ناكلها، ناكل بيها إحنا وولادنا، وبنحس إن إحنا في أمان وفي صحة بسبب حضرتك. أنا كدوري كإعلام والفريق كله اللي معانا نقدر نبرز دوت للسادة المشاهدين ونقول لهم خدوا بالكم من صحتكم، وبنتكلم السادة المسؤولين نقول لهم خدوا بالكم من ولادكم وأحفادكم، ونحلل الشغل اللي جاي من بره، ونقنن وننظم الاستيراد من المصنوعات اللي عندنا. مظبوط الكلام؟ تمام. وعلشان احنا نعرف نشتغل. وعلى فكرة بعد إذن حضرتك أنا بختم معك أن السيد الرئيس فتح السيسي مهتم جدا جدا بالموضوع ده بالظبط، وهو يعني الراجل بسمحة ربنا بيشتغل ولا يكل ولا يمل أباك أنت لصالح مصر أباك أنت. فدي من الحاجات الجميلة أباك أنت، وأنا عارف متأكد أن السيد الرئيس لو عرف هذا الموضوع فأنا هيقننه عشان دي في مصلحة الشعب المصري. وأوعدك وإحنا دلوقتي على الهوا وفي قناة الصحة والجمال وبرنامج فضفضة مع روبير، سيادة الرئيس هيوصلوا الحلقة دي وهتسمع أخبار حلوة، لأنه كل حاجة في مصر سيادة الرئيس بيعرفها وبيخلي باله منها، وهتسمع أخبار حلوة قريب. وأحسن حاجة في مصر إيه؟ هو الجيش المصري طبعا. واحنا شركتنا شركة ايه؟ عبور سينا. عبور سينا. طيب ان شاء الله عبور سينا تعبر بينا ان شاء الله في هذه الصناعات. شكرا لحضرتك. انا بشكر حضرتك. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد لقائي مع قامة صناعية. قامة صناعية محترمة جدا من 60 سنة بيشتغل في الصناعة دي هو ووالده، ومعايا الجيل الثالث. الحاج محمد العربي واحد من ضمن ناس كتير قوي. لو خدنا بالنا من الكلام بتاعه، الكلام بتاعه احنا واخدين مصنع الملكة وعبور سينا على فكرة يا جماعة كنموذج، نموذج لمصانع كتير في مصر، وبننفذ كلام الرئيس، كلام الرئيس اللي هو عايز ينهض بالبلد. طب احنا ننهض بالبلد ازاي؟ هننهض بالبلد بالصناعات المصرية، هنقلل الاستيراد، هنقلل الدخول من بره. طب احنا هنقلله ازاي؟ لا احنا لازم نقلله بان الشغل دوت طالع للجمهور، وفي نفس الوقت الكواليتي، فعندنا كواليتي حلو، خامات محترمة جدا، عندنا شغل على أعلى مستوى، وسمعنا أنه بيصدر لأمريكا. قصده كلمة أمريكا أن أمريكا من الدول اللي بتحنتف باللغة العامية، بتخلي بالها قوي، بتتلكك على أي حاجة داخلة لبلدها، داخلة لأولادها. طيب انت النهاردة يا روبير عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا عندي منتج مصري محترم جدا متمثل في اواني الطهي. طيب جميل، يعني هنعمل ايه؟ يعني عايز اقول لك انا ازاي اصدر امريكا واصدر دول عربية وافريقية واوروبية، واجي نفس المنتج استورده في خلل. الخلل ده بنحاول الحلقة دي نبرزه، بنحاول نعالجه. وهرجع مع ضيفتي سمر العربي واقول لها ايه رايك في اللي قاله بابا. طبعا هو كلامه يعتبر نفس كلامنا اللي قلناه الحلقه اللي فاتت، هو تدعيم لينا برده ان احنا
لما بتكون بتصدر لأمريكا، أمريكا مش أي حاجة بتخش لها، حاجة لازم تكون جودتها عالية جدا، نقاء عالية جدا، وده بيوريك ان انت عندك جودة كويسة جدا جدا عشان تتقبل في دولة زي كده، دولة عظمى ودولة كبيرة. بيوريك ان انا يعني برضو في تقريره قال ان احنا عندنا صناعات كويسة وصناعة حلوة، ولازم لازم ندعم الكلام ده، ولازم ان الدولة والمسؤولين يدعمونا في ان احنا في الصادرات، وان احنا لازم يكون عندنا صادرات كويسة جدا تدعم، يعني لما انا اصدر لامريكا يعني امريكا تستفيد من صناعتي، وانا هنا بلدي بتدخل لي من دول تانية اوروبية منتجات تانية بتضغي عليا شبيهة بنفس منتجاتك، ده انا احسن منها. ما هنا ده اللي احنا عايزين نعرفه، ده انا احسن منها بكتير بكتير. يعني ازاي حاجة زي كده؟ يعني لازم بقى نظرة من المسؤولين للكلام ده. تمام، نظرة للمسؤولين للكلام ده. طيب على بال ما نشوف النظرة والمسؤولين، واحنا بنحاول نتواصل مع رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، هنبص على تقرير ونرجع تاني نتكلم في نفس الموضوع. تقرير. معانا المهندس احمد خليل عضو مجلس الإدارة، هنقول له مساء الخير. ومين هو المهندس احمد خليل؟ مساء النور يا استاذ روبير. طبعا بحيي حضرتك وبحيي الساده المشاهدين في قناه الصحه والجمال. مين هو المهندس احمد خليل؟ مهندس انتاج معهد اسكندريه، وكنت كمان من اول على دفعتي، يعني كنت طالب شاطر كمان، لكن دخلت انتاج عشان خاطر يعني الواحد كان عارف طموحه هيبقى يعني هيوصل فين. يعني من وانا صغير عارف ان انا نفسي ان انا اوصل ابقى مهندس وانتاج عشان خاطر امسك مصنع الوالد. يعني انا من وانا صغير حاطط التارجت وحاطط هدف ليا. يعني انت مهندس طموح، او كنت شاب طموح فقررت ان ابقى مهندس علشان ابقى ماسك مصنع الوالد. تمام بالظبط كده. معلش ما فكرتش تبقى بكالوريوس تجاره وتقول ابيع المنتجات بتاعه الوالد اللي هو اوريدي بيصنعها؟ بص هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. حته القصه التجاريه او الشق التجاري ده ما بيبقاش صعب قوي، اما الشق الصعب اللي هو الشق الهندسي. يعني الشق الهندسي بيبقى فيه حساب وبيبقى فيه فنيات، فانت لما تبقى مهندس فبتبقى ملم بالحاجتين. اول حاجه بتيجي الديسكات، بتيجي عباره عن قرص، بتيجي من يا اما من مصنع نجع حمادي يا اما من شركه النحاس المصريه. بيجي القرص دوت بيخش على شقين، يا اما يتكبس يا اما يترش الاول قبل ما يتكبس، وفي شق تاني يتكبس الاول وبعدين يترش. تمام. نتكلم على الشق الاولاني اللي هو يترش قبل ما يتكبس، بتخش على العنبر بتاع حاجه اسمها رولر كوتينج او الرش بطريقه الرولر، بتخش عن طريق خمس رولات، بيبقى عباره عن كوتينج خمس مراحل. بعد كده بتخش الفرن. طبعا الكوتينج نفسه او الكوتينج ديسك بيبقى الديسك نفسه بيبقى له وشين، كل وجه او كل فيس منهم بياخد خمس مراحل وتكفيف. خمس مراحل رش وبعد كده بيخش تكفيف عن طريق الفرن وتكفيف، وبعدين يطلع يتقلب على الوش الثاني. ممكن يبقى عباره عن، ممكن يبقى الوشين يبقوا حاجه اسمها بولي تترا فلوري ايثيلين اللي هو طبقه التفلون نفسها، او في بتبقى الطبقه الاولى تبقى بولي تترا وتبقى الطبقه الثانيه بتبقى عباره عن حاجه اسمها بولي استر عشان تتعمل، عشان تبقى نان كودنج ديسك او طبقه غير قابله للالتصاق. تمام. فلما تيجي تعدي على الخمس مراحل، من سواء كان هتتعمل تفلون من وشين او تفلون من ناحيه والبولي استر من الناحيه الثانيه، حاجه اسمها مخزن نان كودنج ديسك انفنتوري، يبدا يخش اول حاجه فيه اللي هو المكابس. المكبس ده اساسا بيبقى عباره عن مكابس هيدروليك. مكابس هيدروليك او سنتريك او ايا كان، بس الكبس غالبا بيبقى عن طريق مكابس هيدروليك، بتبقى متنوعه ما بين 50 و160 و200 طن تقريبا. الحاجه اول حاجه بتتعمل عليها اللي هو الفورمنج دوت. بتبقى عباره عن استنباط وبنسميها احنا بنسميها سحب عميق، او بنسميها حاجه اسمها ديب دروينج. الديب دروينج دوت يبدا يسحبها بحيث انها توصل للفورمنج او الشكل المطلوب. دي كده اول مرحله. نبدا بعد كده نخش على المرحله الثانيه اللي هي مرحله خرط القاع. طبعا لما بتتكبس ما بتتقدمش كده للناس، بيبقى في حاجه زي اطراف
بيبقى فيه اطراف او شفه او حاجه زي كده، دي بيحصل لها عمليه تهذيب، وفي نفس الوقت القاع دوت بيبدا ان هو بيبدا يتعمل له زي خلط او بيتعمل له زي تيرنينج، زي تيرنينج، زي تيرنينج ليس دوت، بيعمل زي توزيع حراري بحيث ان الست لما تيجي تحطها على النار الحل نفسها ما تلدعش. اه يعني الخطوط البيضاء اللي من تحت اللي انا كنت بحسبها ده دي دي على فكره دي ليها فايدتين مش فايده واحده. الفايده الاولانيه اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي التوزيع الحراري، الفايده الثانيه حضرتك هتعرفها في المرحله اللي بعد منها اللي هي بعدها بقى مرحله اللحام. طب اللحام ده عباره عن ايه؟ اللحام ده عباره عن ان انا بلحم صاموله، الصاموله دي بتبقى كروس سيكشن 10 مللي في 10 مللي تقريبا، وببدا ان انا الحمها في قلب جسم الحاله نفسها. طب دي بتتعمل اللحام ده بيتعمل على مرحلتين، المرحله الاولانيه اللي هي مرحله الجرايندنج او مرحله الصنفره، هي بالمناسبه لما كنا جايبينها كانت ميلينج، كانت فريزه، فالميلينج كان بيعمل مشكله، فاحنا كشركه عدلناها خلناها جرايندنج او عمليه الصنفره. الصنفره دي بتعمل ايه؟ بتكشف الجزء اللي انا المفروض الحم عليه. طب بتيجي المرحله الثانيه، المرحله الثانيه دي بيتم اللحام ازاي؟ دلوقتي الخط القاع اللي انا عملته انا كشفت جزء من الالومنيوم، والجزء الثاني اللي انا كشفته عن طريق اللي هو الميلينج، الطرف اللي هو القاع مع الطرف اللي هو المفروض هلحم عليه بيعمل حاجه اسمها دايره مغلقه. طبعا حضرتك عارف انه ما يتمش توصيل كهربائي الا عن طريق دايره مغلقه، فبتم تبقى دايره كهربائيه كامله مصنوعه من الالومنيوم، وبعد كده تبدا يتم توصيل الكهرباء، وبالتالي تتم عمليه اللحام بسلاسه. المحطه الختم دي يعتبر سهله جدا، هي عباره عن جهاز كمبيوتر ودونجل وبرنامج بيتحط عليه، بيتوصل الدونجل على الجهاز، جهاز الكمبيوتر وبرنامج، وبتشتغل. حتى اللي شغالين فيه مش محتاج مجهود كبير، وبيبقى الناس اللي صغار السن هم ممكن يشتغلوا عليه من غير مشكله. يبدا بقى اللي يحصل بعد كده، تبدا يتعمل لها زي عمليه ربط. الربط ده بتبقى عن طريق مفكات هواء، المفكات دي لما يجي يربط في المرحله اللي هي اللي قبلها بتاعت اللحام، احنا لحمت صامولة، الصامولة دي اصلا هي همزه الوصل ما بين الايد اللي هركبها والحل، من غيرها مش هعرف اركب عليها الايد. فيبدا ان انا احط يا دوبك هي بتبقى مربعه على قد التربيعه بتاعت الايد بالظبط، فتخش تبات في مكانها رابطها. وبمناسبه مفك الهواء ده بعدد معين من اللفات، لو لفه اقل تبقى هوا، لو لفه ازيد ممكن تقطم الصامولة. وبعد كده تخش على حاجه اسمها مرحله التغليف، ويبدا يتغلف بحيث ان هو يكون محكوم، بحيث ان ما يبقاش في حاجه اسمها ريلف بوزيشن او حركه نسبيه بالنسبه للمنتج نفسه. وكمان بيتحط في داخلي علاوه ان هو يطلع ليه المنتج التام. الحاجات بقى الداخل دي تبدا، انا عندي حوالي 6 خطوط، لما باجي بيتعمل طقمه غالبا بتبقى 6 حتت، فكل واحده بتطلع من خط معين، لما تيجي تطلع فوق بتاع التقفيل بياخد من كل منتج واحده ويحطها في قلب الطقم، ويتشنك الطقم وتبدا عمليه النقل. ده كده بالنسبه للطريقه الاولانيه اللي هو الرش قبل الكبس. نبدا بعد كده الكبس قبل الرش. ده ايه الفرق بين، لما نيجي نتكلم ايه الفرق بين الرش قبل الكبس والكبس قبل الرش، يعني ايه الفرق بينهم؟ الكبس قبل الرش قبل الكبس ده بيبقى المنتج نفسه بيبقى سمكات بتبقى حوالي من 1.7 لغايه 3 مللي. لما اجي انا ارش قرص مساحته طبعا قليله، غير لما ارش حته مساحتها كبيره، وبالتالي ده يعني كل ده بيأثر على تكلفه المنتج، خصوصا تكاليف المنتجات اللي هي بتبقى اقتصاديه الى حد ما. اما بالنسبه للمنتجات الثانيه اللي هي من 3 مللي وطالع، فبيفضل المنتجات اللي فيها تعريج زي المربع، زي الكوري، زي المضلع، الاشكال دي كلها. وفي نفس الوقت الحاجات دي ما بيقدرش يعملها التكنيك الاولاني. خلينا نتكلم على التكنيك الثاني اللي هو الكبس قبل الرش. بيبدا يكبسه على مجبى السنتريك، المجبى السنتريك ده ارتفاعه 60 متر، الوزن بتاعه بيوصل لغايه وزنه هو بحاله يوصل لغايه 80 طن، والمكبس ممكن يكبس بقوه لغايه 1500 طن. يخش على 4 مراحل، المرحله الاولانيه حاجه اسمها مرحله الغسيل، وبعدين مرحله الترميل ان هو بيرملها بينظفها من اي شوائب، وبعد كده بتخش على كابينه الرش بتبدا تاخد
بتبدا تاخد الطبقات الداخليه والخارجيه، بيبدا في جمع وبعد كده تتحط في الفرن، وبعدين ترجع تاني تترش الطبقه الخارجيه وبتدور بنفس الكيفيه، فبتطلع معايا الحله زي ما الساده المشاهدين شايفين. احنا ابتدينا موضوع الديكالا ده من اوائل 2014. كنا من اوائل الناس اللي عملنا الديكالات في مصر، وكنا من اوائل الناس اللي عملت الجرانيت الاقتصادي. جرانيت كان كل بينزل لغايه 2014، اللي كان اواني الجرانيت اللي كان بتنزل، او بمعنى صح اواني الطهي الغير قابله للالتصاق اللي هم بيتقال عليها تجاريا الجرانيت، ده كان بيتعمل من السمكات الكبيره، وبالتالي ده كان بيبقى سعرها عالي قوي. فيعتبر احنا اول مصنع عملنا جرانيت اقتصادي في مصر. تمام، واول مصنع عملنا الديكالا. هل في مصانع ثانيه بتعملها ولا حضرتك في مصر؟ بالنسبه للديكالا طبعا، يعني بدات ناس تيجي بعد ان هي تعمل الديكالا، بس عشان تتعمل بنفس الجوده، وعشان انت اخدت السبق فخلاص، فالحاجه دي اتعرفت ان الحاجه دي بتاعتك. بتاعت الملكه. تمام. يعني الملكه كانت متوجه في صناعه اواني الطهي في هذا الشيء. تمام. قبل ما انهي مع حضرتك، انت تحب تقول ايه للمستهلكين؟ في كده كليشيه بيتقال من زمان لغايه النهارده، بيقول لك الزبون دايما على حق. طبعا. فانت عشان تغطي كمية او اكبر شريحة معينة من الناس، فانت لازم تشتغل بكل الاذواق بكل الاشكال بكل الاسعار. يعني انا عندي سمك من اول عندي سمكات من اول 1.7 لغاية 4 ملي، عندي اشكال بقى مدورة، عندي حاجات عندي تفلون، عندي سيراميك، عندي جرانيت، عندي حاجات مشجرة، عندي بقى كاشكال بقى عندي اللي هو حاجه اسمها زيتات اليد، او يسموها تجاريا يعني موديل بتاع الكوري. عندي اللي هو عندي حاجات مضلعه. فانت لازم يكون عندك فرايتي كتير. انت ما بتتعاملش مع الناس، انت بتتعامل مع ربنا. لما انت ياخد الحاجه ديت يقول يا سلام اللي عاملها دي الله يبارك له، او يشوف لا قدر الله في حاجه اللي عاملها ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه. فدي يعني لما بتعمل حاجه كويسه وارضاء الناس، ده بيبقى رقم واحد عندي. ومعانا دلوقتي مدير تسويق مصانع الملكه مستر محمد البارس. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. معايا مدير تسويق مصنع كبير. يا ترى احكي لي انت بتعمل ايه؟ انا في البدايه حابب ان انا ارحب بيك واقول لك انت منورنا هنا في الملكه وفي اسكندريه. شكرا. احنا بنعمل بلان. ايوه. بنبدا ان احنا نمسك المنتج بتاعنا. تمام. وبنبدا نسوقه في السوق. تمام. وبنشوف ايه المصانع اللي حوالين مننا ممكن تعمل ايه. أيوة. واحنا بنحاول نبقى اعلى منهم بقدر الامكان. اوكي. واحنا حاليا بندي قيمه مقابل سعر. احنا بنتكلم في 60 سنه في مصر. فاحنا على ارض الواقع احنا معاكم، يعني احنا ناس معروفه. مش بجيب الحاجه مثلا وانا مش عارفها هي جايه منين او مصدرها منين او معموله ازاي. تمام. طب بالنسبه للتسويق الخارجي خارج مصر، انت عامل فيه ايه؟ وهل ده راضي طموحك ولا لا؟ طبعا موضوع التسويق الخارجي ده بيبقى متطلب من الدوله ان هي مثلا تساعدنا في ان يكون في معارض تكون مفتوحه يجي لنا فيها زوار من بره، وان هم يتفرجوا على المنتجات بتاعتنا، وده بيساعدنا ان احنا نصدر بره اكتر. وفي نفس الوقت برضو الدوله ممكن برضو تساعدنا ان احنا نخرج معارض بره بالمنتج المصري، انا وكل المصانع التانية نعرض المنتج المصري بشكل لائق، بحيث ان هو يبقى فيه فرصه تصدير اكبر من كده. ده متوقف طبعا على الدوله اللي لازم تدعمنا في الموضوع ده. الحاج محمد ده داعم لينا دايما، وهو اب لينا وبيعاملنا كلنا كاولاده، ودي الحاجه الوحيده اللي بتخلينا لما نروح نقعد مع اي عميل بقول مصنعي عنده كذا. ودي نقطه مهمه جدا، ان احنا مش بنتعامل ان انا موظف وخلاص، يعني باجي بقضي عدد ساعات او بطلع بعمل الشغل اللي عليا وباجي، لا طبعا. احنا بنتعامل ان الحاج محمد ده معتبرنا اولاده، ودي فرقه معانا كتير جدا في الشغل. انا بقول لحضرتك لما بروح اتعامل مع حد بقول له مصنعي عنده كذا، او انا اقدر اوفر لك كذا، انا بقول انا يعني المصنع. ودي الحته اللي زرعها فينا الحاج محمد بصراحه. انا بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك يا رب. تقدم ازدهار، ونعمل مع بعض لقاء قريب وتقول لي التسويق بقى
زاد أضعاف. إن شاء الله بإذن الله. وأنا بأكد مع حضرتك تاني إن أنا بتمنى إن الدولة المصرية توفر لنا معارض داخلية وخارجية. داخلية طبعا ان احنا ننتشر بشكل اكتر، وخارجية بحيث ان احنا نصدر بشكل اكتر ممكن. اوعدك ان صوتك هيوصل والسادة المسؤولين ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، شرفتنا. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير الجميل، جميل في كل حاجة، جميل. بنشكر مستر ابراهيم عشم على التصوير الرائع الاكثر من رائع في اسكندرية. بنشكر المهندس احمد الجيل الثالث اخو المهندسة سمر على مهندس ميكانيكا انتاج بحق. يعني انا كروبير انا اول مره اقابل مهندس ميكانيكا انتاج قام وقيمه وفاهم. وبعدين بساله السؤال، معلش انا براجع، بقول له انت يعني دخلت الهندسه، طب ما انت كنت ممكن تخش تجاره. قال لك لا انا حابب. وطور طور هو واخته بإرشاد من الحاج عبور سينا وعملوا الملكة. عملوها قال لك احنا مش هنفضل على طول ألمونيوم بس، لا ابتخذ الألمونيوم وابتدى يعملها الجرانيت والسيراميك والبرسولين وحاجات كتير قوي. طيب نرجع للمهندسة سمر ونقول لها الحاجات الجميلة اللي انا شفتها مع المهندس احمد. ودخلنا والقرص، انا قبل ما اجي لكم كان في دماغي يعني القرص ده بامانه، وده انا مش عيب، انا مش متبحر زي انا في دماغي قرص دي يعني قعده الحله، يعني قرص القعده، واللي في دماغي بقى فوق ده بتلزقوه ازاي وبتاع. اتضح ان القرص هي الحله كلها وبتتكبس وبتاع. اشرحي للمشاهدين كده بلغتك ايه الدنيا. يعني زي ما احمد وضح في تقريره ان احنا القرص الالومنيوم بيجي لنا زي ما حضرتك شفت كده من نجع حمادي او من شركه النحاس المصريه. الناس يعني في ناس كتير ما تعرفش ان الاصل بتاع الحله من جوه اصلا الومنيوم. يعني أيوة. في ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي بامانه، انا ما كنت اعرفها. يعني في ناس فاكره ان التفلون ده من جوه كله تفلون، ان الجرانيت ده من جوه كله جرانيت. في ناس كانت تيجي تسالني تقولي هو الجرانيت ده معمول من الجرانيت، الجرانيت اللي هو الرخام اللي بنينا منه الاهرامات. اقول لهم انا اقول لك على حاجه وما بتكسفش، انا كان في دماغي كده. اقول لهم لا يا جماعه لا والله، يعني كل ده من جوه دي يعني ده زواق. لكن الحشوه من جوه هي الومنيوم. تمام. تفلون جرانيت سيراميك دي زي ما احنا شفنا كده، دي بتخش عندنا في الرولينج بتطلع في الطلقات، سواء بقى كانت بالطبقه التفلون او السيراميك او الجرانيت. ايا كان ده في المصنع، من المصانع الاولاني بتنزل في المصنع الثاني زي ما شفنا برضو في مراحل الانتاج. وزي ما احمد شرح بدي بتتكبس الحله، يتعمل لها خرط القاع، وخرط القاع ده مهم جدا، ده مسؤول عن توزيع الحراره على النار للاكل عشان يستوي كويس. دي نقطه تانية، انا مش بقطعك بس انا بكلم المشاهدين بلغه الناس اللي فاهمه. انا طول عمري ببص الحله في دماغي المدور ده حليه، يعني حاجه اللي هي منظر. حاجه مهمه جدا. قال لك ده توزيع حراري، ده توزيع الحراري عشان الاكل يستوي على النار، ده من غيره الحله مش ليها قيمه، الحاجه ما تستواش، تحس ان في حاجه غلط. يعني هي دي اللي بتوزع، المسؤوله عن توزيع الحراره على البوتاجاز. بعد كده بقى بتحط الايدين وبتتظبط وتطلع بقى في الكرتون وتطلع في التقفيل في المرحله الثانيه اللي بعد كده. اما في المصنع الثالث اللي هو بنكبس وبعد كده بنرش، ده طبعا اللي بيطلع منه الحاجات المستواها عالي، اللي هي الاربعة ملي والخمسة ملي والستة ملي، والحاجه اللي احنا زي ايه، زي المنتج الاوروبي. بالمواصفات الاوروبيه. بالمواصفات الاوروبيه، لان انت كل منتجاتك يعني تعتبر اوروبي، اللي هو الخامه نظيفه جدا. بس انت قلتي لي في اثناء عرض التقرير بتقولي لي احنا اول ناس عملنا الجرانيت الاقتصادي. الاقتصادي افهمها ونفهم للمشاهدين اقتصادي يعني ايه. الجرانيت كان بيجي الطقمه الجاهزه اللي كانت بتيجي من بره غاليه. ايه طقم جاي بقى مستورد وجاي من بره وتقيل ومش عارف ايه، والجرانيت بقى لسه نازل، واو بقى الجرانيت بقى يعني ده اغلى طقم عشان ده احدث حاجه. لا انا عملته اقتصادي. يعني ايه؟ يعني ما يجيش. انا عايز بتاعه الملكه بتاعه مره تاني. انا كملكه انا بحبها دي، انا كملكه عملت. انا كملكه عملت. أيوة الجرانيت. ايوه كده. طبعا عملناه عندنا اقتصادي. يعني ايه؟ يعني ما يجيش تلت تمن اللي بره اللي جاي لي من بره. يعني لو ب 3000 بره احنا عملناه ب 1000 مثلا. عملناه تلت طبعا، بس الكواليتي هو الكواليتي احسن منه.
احسن منه. انا عجباني الثقه المصريه الاسكندرانيه واللي انا شفته هناك هو فعلا كده. ما هو بالظبط بالظبط احسن منه. وان انا متاكده يعني حاجه لا. بيور بالظبط بالظبط. شفنا وشفنا الشهادات مع الحج وشفنا الشهادات. صحيح الشهادات انا لقيته منزل شهادات مهمه جدا. ده الالومنيوم 10-50 10-50 ده حاجه كده اللي انا فهمتها زي عيار 24 في الذهب. بالظبط الله ينور عليك. ذهب عيار 24 بالزبط. رسمي بالظبط الله ينور عليك. دي حاجه زي عيار. انا متاكده من جوده دي شهادات بتثبت ان انا بشتغل بجوده عاليه جدا سواء من الشركه دي او من الشركه دي. بعمل بطلاقه عاليه جدا. بعمل بكواليتي ايادي عاليه فينش كل ده. كل دي حاجه في الاخر تطلع لك منتج اقدر اقول لك بكل ثقه ان انا بعمل احسن منتج الاوروبي. اهو بالتالي ان كنتوا بتصدروا امريكا. بالظبط. هل امريكا هتاخد منتج مش كويس او لا في لو اقول لك 1 من 10 ولا مش 1% ولا اي دولة. ولا اي حاجه ولا اي دوله تقبل على نفسها ان تدخل حاجه مش كويسه ياكل ويشرب شعب بتاعها منها. طب واحنا ايه اللي ناقص علشان نصدر كتير نصدر إيه؟ لان انا برضو الحاج قال كلمه وعجباني قوي وبشكره عليها يعني. قال لك ما مش انا بس يعني. قال لك انا جميع المصانع المحترمه اللي بتصنع صح الاواني صح. احنا موجودين في مصر وبنعاني برضو من ال ما اعرفش يعني قوليها انت يعني بنعاني ان احنا المفروض الناس اللي حوالين منك في الدوله تدعمك. ايوه تدعمك عشان تبرز المنتج بتاعك. مش انا كل المصانع تبرزك وتدعمك وتوريك للسوق الاوروبي عشان الناس دي تقولك اديني منتجاتك يلا يلا هات لي صدر لي. يعني دي حاجه مهمه جدا. انا هظهر ازاي انا حباني ازاي زي ما قال مثلا محمد عن طريق المعارض عن طريق ان الدوله تدعمني ان انا اظهر. كل دي حاجات مهمه جدا تدعمني تصديريا. يعني عمري ما هقدر اظهر للدول دي لوحدي. لازم لازم الدوله تدعمني وتزق معايا كده. احنا وكل المصانع اللي حوالين مننا لان احنا كل المصانع مصانع محترمه جدا وكلنا بنقدم جوده عاليه جدا كلنا بنقدم منتج كويس جدا. طب انا ليه ما ادعمش عشان خاطر اظهر بقى المنتج ده. فين بقى انتوا فين دعموني طلعوا اظهروني للناس دي. دي نقطة مهمة جدا. طيب يعني احنا محتاجين الدولة تزق معانا علشان منتجاتنا القيمة تظهر لجميع دول العالم. تمام. وكان معانا ودي اتقالت يعني دولة زي تونس واتذكرت بالاسم كانت بتستورد من دولة أوروبية ما لما منعت التصدير منها وهي ظروفهم كده منعت فابتدت تتجه بكل ثقلها لينا في مصر. ما منعتش علت الجمارك بس. ما منعتش أيوة يعني علت يعني الجمارك يعني عملت إيه تكة. زق سيكة على رأيك عملت تكة. سيكة خلت الدولة بدأت تتجه لي بدأوا يتجهوا حتى لو اتجهوا لصناعتهم. دي حاجة كويسة ليهم يعني اتجهوا لصناعتهم أو اتجهوا ليا لمصر يستوردوا مني. دي حاجة كويسة ليا وحاجة كويسة ليهم. بس الدولة هي اللي اتصرفت هي اللي عملت ده. فأنا لازم الدولة هي اللي تعمل لي ده. أنا مش هقدر أعمله لوحدي. تمام تمام. ده بالنسبة طبعا لنقطة التصدير. تمام. طيب بالنسبة لل المكبس اللي احنا شفناه كبير قوي وده هنتكلم لسه عليه تاني. تمام. كان بيقول وزنه حوالي 80 طن. تمام. يعني 80 صح. ألف كيلو ده وزن المكبس وزن المكبس بس. تمام مظبوط. ودوت بيصنع الحاجة اللي هي مفروض العالية قوي اللي هي تمنها كام برة أو بتجيلنا من برة بكام حوالي فلوس كتير قوي. فلوس كتير قوي. الملكة دلوقت بتصنعها بقد إيه أو كام في المية بالنسبة للي برة؟ حوالي تلت المبلغ اللي بيجي من برة برضو بكواليتي احسن من الكواليتي اللي بيجي من بره. انا ابص يعني انا بيجيني المنتج بتاع بره اللي هو المنتج الغالي اللي بنقول عليه اللي هو بألوفات الألوفات. المنتج حلو ومتزوق كرتونه واو فظيعه. انت مش هتطبخي في الكرتونه ومش هتطبخي في شكل الحل. استاذنك معانا مداخله تليفونيه من الباشمهندس حسن مبروك رئيس شعبه الاجهزه المنزليه بغرفة الصناعات. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. حضرتك قامة وقيمة طبعا وبنشكر مداخلة حضرتك لينا. معانا المهندس حسن مبروك. بحيي ضيوفك وبحييك حبيبي.
احنا عايزين نتكلم النهارده، بنتكلم عن الاستيراد اللي من الخارج اللي بيعوق الصناعات المصريه بوجه عام، وحضرتك ماسك شعبه مهمه جدا جدا، والاجهزه المنزليه ده موجوده في كل بيت، اللي عنده ثلاجه وبوتاجاز ومروحه وتكييف وي وي وي، وحضرتك اللي ماسك ده كله. تحب تكلم، بتحب تكلمنا تقول لنا ايه بوجه عام بالنسبه للتصدير؟ هو الادوات المنزليه والاجهزه المنزليه متشابهين في المشكله اللي حضرتك بتتكلم فيها مع ضيفتك الكريمه. تمام. لكن اللي انا عايز اقوله ان عشان نوقف حاجه مستورده في اتفاقيات دوليه بتمنعنا من ده، ولكن الحاجه اللي بتيجي مستورده على الرغم ان احنا جودتنا افضل وسعرنا افضل بتيجي تدخل تنافسنا في بلدنا، مش بتنافسنا في بلدنا بس، ده لما انا باجي بصدر بتنافسني في الدول اللي بصدر فيها. طب نحل المشكله دي ازاي؟ والمشكله دي بتواجهنا كلنا سواء اجهزه او ادوات. المشكله دي مواجهتها وضع مواصفات للحاجه المستورده، وضع مواصفات للادوات المنزليه المستورده، لان للاسف عشان الاتفاقيه بتدخل لكن هي مش موصفه، لا موصفه خامه ولا موصفه منتج تام. سواء اللي بتيجي من بعض الدول الاوروبيه القريبه مننا او من دول جنوب شرق اسيا. فاللي انا بقوله ان لازم المواصفات والجوده يكون لها دور في وضع مواصفات للحاجه اللي بتجي لنا من بره اللي بتيجي بتنافسني وبتوقف الصناعه الوطنيه. تمام يا فندم. يعني احنا كده عندنا في اتفاقيات مش هنقدر نقرب لها، لكن عندنا مواصفات، المواصفات مش هو نفس الكواليتي المفروض يخش بيه كاستخدام آمن. تمام. سواء الخامة اللي مصنع منها الحلل أو الصواني أو الأدوات المنزلية بصفة عامة، سواء الخام اللي داخل في التصنيع أو المنتج التام، المواصفة ضرورية جدا. الحاجة دي بتدخل بدون توصيف وبتدخل تنافسني وبتوقف الشغل في مصر. فلازم المواصفات والجودة تحط المواصفة المصرية اللي بتناسبني. الأغذية الحاجات دي بتتكلموا عليها دي خاصة بأغذية وخاصة بصحة مواطنين طبعا، فلازم يبقى ليها مواصفة اللي بناء عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتقدر تمنع ده لو في مواصفة. لكن في طول ما هو ما فيش مواصفة للكلام ده محدش يقدر يمنعها من الدخول. ده ومواصفة صحية كمان. طبعا طبعا. ما انا بقول لحضرتك الاواني المنزليه والادوات المنزليه دي خاصه بحاجات فيها اكل فيها صحه مواطنين، فلازم التوصيف ضروري جدا. والدول دي الدول اللي بتصدر لنا دي لما حد بيدخل ينافسها بيشتغلوا على المواصفه. أيوة. يعملوا مواصفه خاصه ليهم، اللي بيجي من بره ما بيبقاش مطابق لمواصفتهم، ففي الحاله دي بيمنعوا المنافسه عندهم. فالكلام ده زي ما هم بيعملوا ليهم المفروض احنا نعمله ليهم. طيب احنا اولا انا بشكرك وبستغل وجود حضرتك معايا، لان امبارح كان في اجتماع مهم جدا في شعبه صناعات الاجهزه المنزليه الهندسيه مع شعبه الاجهزه المنزليه. تمام. يا ريت تكلمنا عليه وتكلم الساده المشاهدين، لان ده موضوع كبير وهنحتاج له حلقه، بس نديله تنويه عشان نبقى عارفين هنتكلم عليه بعد كده. الحقيقه ان كان في مواصفه من 2017 خاصة بالبوتاجاز، ان عاوزين بوتاجاز بالامان الكامل. هي البوتاجاز اغلبها امنة، واحنا بننفذ المواصفة دي بالنسبة لبعض موديلات، والبعض الاخر نتيجة المخاطب شريحة الكبيرة في الشعب المصري، فبنعمل البوتاجاز الشعبي اللي زمان كان بوتاجاز المصانع كان مشهور جدا بيه. أيوة. وعمرنا ما قابلنا مشاكل منه، فعايزين نطبق المواصفة دي على الرغم من مرورنا بظروف الكورونا والخامات اللي موجودة عندنا ومكدسة، والمنتج التام الراكد سواء عند التجار أو في المصانع. فإحنا كنا بنطلب مهلة، كان معنا رئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وكان اجتماع كان كبير وأخذ وقت طويل، وطلعنا منه بتوصية أن أغلب المصانع بتطلب بمهلة لتوفير أوضاعها عشان لتصريف الخامات اللي عندها والمكونات المستورده، وفي نفس الوقت تصريف المنتج التام سواء عند التاجر او في المصانع، وندي فرصه للمصانع لان عشان نعمل امان كامل محتاجين مكونات جايه من بره. المصانع اللي بره
في بعضها قافل وبعضها فاتح وبعضها قل الانتاج ونتيجه الكورونا. كورونا بالظبط. فعشان يمدني بالكلام دوت في وقت قريب فده من رابع المستحيلات. فاحنا كنا بنطالب بمهله بس عشان الاوضاع اللي احنا فيها والكورونا اللي احنا فيها بس تنتهي ونبتدي نطبق المواصفه دي بصوره نسبيه، لان انا برضو بخاطب حوالي 60 او 70% من الشعب المصري بيتكلم في بوتاجاز ب 1000 جنيه و800 جنيه و900 جنيه. المواصفه دي لو اتطبقت على البوتاجاز الشعبي انا برفع تقريبا 100% من الاسعار، وده يعني تسويقيا وبيعيا ممكن مصانع تقابل مشكله وفي بعض مصانع ممكن تقفل. والاهم من ده كله ان انا بدي فرصه للمصانع الغير رسميه او ما تسمى بمصانع بالسلم، لان هندي له مجال كبير انه يبتدي يشتغل هو، لان هو ده مش موظف ومحدش عارف عنه حاجه والرقابه الصناعيه ما تقدرش تروح له لانه مش معروف، فهيبتدي يشتغل وده غير امن، التتبعه صعب جدا. فهو الموضوع كله ان القعده كلها كانت مهله لتوفيق اوضاعنا وشرح المواصفه دي ممكن نطبقها على ايه وما نطبقهاش على ايه. تمام. مع حضرتك استاذنك المهندسه سمر العربي عضو مجلس اداره مصانع الملكه وهي بتنتج اواني الطهي المعروفه برضو عايزين طبعا يا فندم. استاذنك هتكلم حضرتك هتسالك سؤال في ايه طبيعه. اتفضل يا فندم. ايه زي حضرتك عامل ايه؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بك. ايه طبعا انا بضم صوتي لصوتك في موضوع المواصفه ده، حاجه مهمه جدا لان دي حاجه طبعا يعني بتضرنا جميعا، ان الاستيراد لازم يتحط له مواصفه كويسه عشان الناس برضو يعني لازم نخاف على الناس اللي هنا، المواصفه بتاعتها لازم تكون كويسه لان دي اواني بناكل ونشرب فيها. يعني اهم حاجه موضوع المواصفه سواء كانت في الماتيريال او في المنتج التام في الاخر، يعني دي حاجه مهمه جدا. تمام. السمك بتاع الخام دي من ضمن المواصفه، هم مش ملتزمين بيه. انا عارف القصه بتاعت الاواني المنزليه. الدهان نفسه لازم برضه يراعى في الموضوع الصحي بتاعه. المنتج التام كله لازم يبقى فيه مواصفه اقدر ادخل او لا، زي ما هم بيلعبوا بينا بره ما بنقدرش ندخل حاجتنا نتيجه هم حاطين مواصفه ليهم، ما احنا ما بنقدرش نطبقها. احنا نعمل الكلام ده هنا عشان احنا حتى الصناعه الوطنيه ونخرج من نقطه التدفئات الدوليه اللي احنا مش قادرين نلغيها. تمام مظبوط. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله لحضرتك. لما احنا هم مهتمين جدا بالمواصفات والخامة من بره والخامة من جوه، مع احترام لحضرتك في ايه، في بوتاجاز وتلاجة ويعني حاجة مش هتبت يعني بنحط فيها الاكل مش 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 بتتلامس معاها، فما بالك زي ما ده بيلمس امان المواطن، الاواني المنزلية بتلمس صحة المواطن. يا حسن بيه، انا في بيوتنا وفي بيتك هتلاقي فيه منتجات جايبينها من بره وفرحانين بيها، ويعني كان مفروض في حاجات تطلع بس إدارة القناة قالت لا ما تطلعش، اللي هو إزاي بيصنعوا عندهم الخامة سوري من الروبابيكا يعني والريسايكل وحاجات الريسايكل، ما هي كلها ريسايكل، كله ريسايكل يا بيه، يا بيه كله ريسايكل. يعني خد بالك يعني إن في اتنين هيشوفونا دلوقتي، ناس هتصدق وفي ناس هيقولوا ده بيقولوا كده عشان يبيعوا منتجاتهم. الناس مش جايين يبيعوا المنتج بتاع الملكة، خد اشتري اي منتج مصري عليه الختم، لان احنا بنعصرهم في الرقابة الجودة، لكن احنا برا ما فيش. طب ده اسمه كلام يا جماعة، ما بنرقبش اللي داخل، مش موضوع من الرقابة. هم الناس بتوع صادرات والواردات بصراحة قايلين بشغلهم، بس هو ما فيش مواصفة عشان يرفض بيها الحاجة اللي جاية. فهو المطلوب وضع مواصفة للمستورد اللي بيه ندخل ايه وما ندخلش ايه. يعني احنا هو ده اللي انا اقصده بالموضوع يعني. وبعدين الضيفة اللي مع حضرتك والمنتج اللي بتتكلموا عليه بقاله كام سنة، بقاله سنين طويلة، 60 يعني سنة، 63 سنة واول امبارح، لا ده تاريخ. ايوه ولهم تواجد في السوق، فلازم الناس دي اللي شغالة عندهم عمال كتير فاتحين بيوت كتير 800 اسر بتدفعوا ضرايب بتدفعوا تأمينات اجتماعية، لازم الناس دي الدولة تقف جنبهم عشان يستمروا، عشان بيوت المفتوحة. طب انا على الهوا باخد وعد من حضرتك، حضرتك ان شاء الله هتكون معايا، يعني هنشوف الحلقة القادمة او اللي بعدها بعد اذنك،
ونناقش موضوع الصناعات الأجهزة المنزلية بعد إذنك يعني نستفاد. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. شكرا يا حسن بيه. شكرا لسعادتك. وتحياتي لحضرتك وأشكرك على سماحي بالمداخلة دي وبشكر ضيفة اللي مع حضرتك. لينا الفخر يا فندم. شكرا لسعادتك. شكرا. 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 يعني مداخلة زي ما أنت سمعت كده. مواصفة. مواصفة. مفيش مواصفة. الحاجة بتدخل بنطبخ وناكل ونشرب فيها وهي ما فيهاش مواصفة. يعني أي حاجة بتدخل. أي حاجة بتدخل. والحقيقه مفتكات. انا جبت طقم مش عارفه ايه لبنتي جاي من ليلى لا بس من بره بالظبط. تمام. ما بقول لك الناس تفرح بالزواق. الناس تفرح بشكل الكرتونه. تفرح ان ده حاجه جديده. تفرح بسعره. يعني تفرح ان محطوط عليها اسم دوله اوروبيه. بس عقده الخواجه. زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت عقده الخواجه. بس انا يعني انت الست بتطبخ في الحله او بتطبخ في في الاواني المنزليه يعني انت بتاكلي ولادك وابوكي وامك لازم نخلي بالنا جدا من الموضوع ده ومن المواصفه دي. نقطه مهمه جدا زي ما استاذ حسن قال طبعا قيمه وقيمه زي ما حضرتك شايف قال ايه يعني شايف ان الحاجه فعلا بتخش من غير مواصفات وده بيضرنا كلنا بيضر المواطن اللي بياكل وبيشرب فيها وبيضرني انا كمصنع. تمام. طيب احنا عندنا تقرير بس قبل ما نطلع التقرير انا بس عايز اعلق على حاجة قالها حسن بيه مبروك ان زي ما يتعاملوا معانا نتعامل معاه. صح. احنا في عندنا اتفاقات دولية. تمام. ومصر تحترم جميع الاتفاقات الدولية ايا كان معادها كان فين او امتى او ازاي. احنا دولة محترمة جدا هنحترم. بس النهاردة برضو انا احترم المواطن بتاعي. انا عندي مواصفات قياسيه. صح. بكلم فيها مصنع الملكه او مصنع عبور سينا او مصنع كذا او كذا وبقول له انت يا عم تستخدم فضه فضه سوري ما احنا عشان انتوا حاجتكم زي الفضه والذهب بتستخدم الومنيوم 1050 ايه يا عم 1050 ده بتاع ناجع حمادي او مصانع النحاس ومعانا الشهاده ومعانا شهاده الجوده ومعانا ومعانا ومعانا. طيب انت النهارده جاي بتراجع عليا انا ابن البلد وبره سايبني. طيب انا اوعدك ان احنا هنشوف الموضوع دوت المواصفات القياسيه هنشوفها وهنطلع تقرير مع العمال الجمال اللي بيعشقوا المصنع من كبيرهم لصغيرهم وبعدين نرجع نكمل تاني. ممكن نطلع تقرير ونكمل. شفنا المكبس الكبير قوي اللي هو ما بين المبنيين وبنسال المهندس المسؤول عنه ويعرفنا بنفسه. مع حضرتك محمد علي انا مدير الانتاج والعمليات بالمصنع الملكه لصناعه الاواني المنزليه. انا واقف قدام مش عارف اسميه مكنه مكبس حاجه عظيمه عملاقه ثلاث ادوار عاليه جدا. يا ريت تعرف الساده المشاهدين ايه ده. المكبس ده يعتبر احدث المكابس الموجوده مش بس على مستوى جمهوريه مصر العربيه ده احدث المكابس الموجوده على مستوى العالم. ده مكبس فريكشن قوته 1500 طن. ده وظيفته بيعمل حاجه اسمها الفورجد الومنيوم. انظمه الكبس زي ما حضرتك عارف متعدده. في انظمه كبس هيدروليك وفي انظمه كبس فريكشن. المكبس الفريكشن وظيفته ان هو يعمل اشكال بموديلات حديثه. العالم كله النهارده اصبح يتجه زي ما حضرتك عارف طبعا تطور التكنولوجيا بقى عامل ازاي. بقى عايزين اشكال متعدده تلبي رغبات ست البيت او احتياجات ست البيت. فاحنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اصبح عندنا المكبس ده اللي هو بيقوم بعمل مش بس حلل مربعه لا ده بيعمل حلل كمان باشكال مدوره باشكال مختلفه بموديلات عصريه تتناسب مع جميع اذواق ستات البيوت. عندنا كم مكبس منه في مصر؟ احنا الحمد لله بفضل الله الوحيدين الموجودين على مستوى جمهوريه مصر العربيه اللي عندنا المكبس ده حتى الان. يعني مصنع الملكة وصل ان هو جايب مكبس الوحيد اللي بيصنع دوت في جمهورية مصر العربية؟ بفضل الله سبحانه وتعالى مصنع الملكة هو المصنع الوحيد الموجود على مستوى جمهورية مصر العربية واللي عنده مكبس فريكشن. يعني ما نقولش ده اعلان نقول اللي عنده واحد زي ده يجي يعرفنا بنفسه. بالظبط طبعا بالظبط طبعا طبعا. احنا الحمد لله فخورين ان احنا عندنا المعدات ديت. احنا بنشكر طبعا رئيس مجلس الاداره الحاج محمد خليل ان هو صراحه بيقوم بتوفير جميع المعدات اللي احنا بنحتاجها من اجل ان احنا نتناسب مع السوق ومن اجل ان احنا نقوم بعمليات تصدير اكبر من اللي احنا بنقوم بيها. الحمد لله احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنصدر لكافه الدول العربيه ومش بس الدول العربيه كمان لا وصلنا لمرحله ان احنا ممكن نصدر لكافه الدول الاوروبيه. يعني احنا دلوقتي نقدر ننافس المنتج الاوروبي في اواني الطهي.
بفضل الله سبحانه وتعالى المنتج بتاعنا اصبح بيضاهي المنتجات الاوروبيه. حضرتك لما بتشوف المنتج بتاعنا مش بتعرف تفرقه ما بين المنتج الايطالي او المنتج الاوروبي بشكل عام. الحمد لله احنا النهارده على مستوى متطور جدا من التكنولوجيا يؤهلنا ان احنا نعمل كافه الاذواق اللي تتناسب مع المطابخ العصريه. يعني برضو بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر احتمال نتخلص من عقدة الخواجة ونعرف ان المنتج المصري انضف واحسن 100 مرة من المنتج الاوروبي. بالظبط كده، حضرتك هتشوف المنتج بتاعنا وهتشوفه مش هتعرف تقارن ما بين المنتج مصنع الملكة ومنتج المنتجات الاوروبية، مش هتعرف تقارن. هتقول ايه ده، معقول ده المنتج ده مصري؟ انا بوعدك ان انت تشوف المنتج وتستخدمه ويعجبك بالفعل، لان الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى احنا عندنا جميع المعدات اللي تؤهلنا ان احنا نعمل جميع الموديلات وجميع الاذواق اللي تتناسب مع جميع ستات البيوت. لا بمناسبه استخدمه ده، انا لازم استخدم الطقم ده لان هو الوحيد اللي انا ضامنه قدام عيني شايفه المونيا من نجع حمادي والتقفيل بتاعه، انا ده اللي هستخدمه اكيد. بالظبط بالظبط، احنا طبعا منتجاتنا الحمد لله يعني من A to Z معظمها من مصانع مصريه. احنا الحمد لله بنعتمد على برضو المواد الخام المصريه، ولكن اهم حاجه عندنا انه الشكل في النهايه يطلع ينافس المنتجات الاوروبيه. اولا انا بشكر حضرتك وبشكر الحاج محمد على الجوده العاليه والمكن الجميل دوت، وان شاء الله نقدر ننافس ونبقى احنا الاوائل. انا سعيد جدا بلقاء حضرتك النهارده، وحضرتك دورك بصراحه بارز جدا في الاعلام، وانا بتابع حضرتك عن كذب، دي مش اول مره اتابع حضرتك فيها، فانا مشكوره جدا على اللقاء دوت، وان شاء الله هستناك مرات تانية كتير ان شاء الله. ان شاء الله لما تجيبوا مكن جديد اندهوا لنا تليفون وهتلاقونا جايين جري. نورنا في اي وقت شرفتنا النهارده. واحنا دلوقتي في مصنع الملكه بنقابل مدير المصنع. صباح الخير. صباح النور يا فندم. يا ريت تعرف حضرتك للساده المشاهدين. انا معاك الاستاذ عادل الحسين مدير شركه عبور سينا والملكه ومجموعه شركات الحاج محمد باذن الله. يعني حضرتك مع الحاج محمد من كام سنه؟ لا انا دخلت في حوالي بتاع 39 سنه. 39 سنه؟ 39 سنه. عمر كبير. طبعا انا وانا صغير انا ما بدات عنده، بدأت بالجيل الأولاني والجيل الثاني زي الباشمهندسة ما كلمت معايا، واحنا بنشارك مع الجيل الثالث. طيب ما دام احنا ابتدينا من 39 سنة، كلمني من الأول من عبور سينا ابتدت ازاي ووصلنا للملكة ازاي؟ احنا بإذن الله بدأنا بعبور سينا طبعا من سنة 73 أنشأنا شركة عبور سينا، طبعا معروفة في مصر كلها لله الحمد يعني بشغلها وطبيعتها معايا، وبعد كده اتطورنا بقى مع الشغل الحمد لله لغايه ما وصلنا ان احنا عملنا المصنع الانتاج دوت اللي هو بتاع التفال في 2010، وتطورنا زي ما انت شايف كده والحمد لله اسمنا موجود في السوق وشغلنا كله جوده بالنسبه للحمد لله. احنا اول ما بدانا كخام تركي، جبنا الخام التركي وبعد كده الحمد لله مشقنا واحده واحده مع نفسينا لغايه ما بدانا كل حاجه من الالف للزد الالف للياء انه كله حاجه من عندنا دلوقتي. تقدر تقول لي المكان ده فيه كام عامل وبيعمل ايه واحكي لي شويه على العمال؟ انا دلوقتي عندي حوالي العنبر ده بس حوالي 105 طقم عامل. احنا طبعا عندنا 6 خطوط، فطبعا زي ما انت شايف كده يعني شغالين في 6 خطوط الانتاج والحمد لله يعني اتطورنا، وغير كمان التطوير ان احنا بقيت الخامه دلوقتي احنا اللي بنعملها عندنا دلوقتي غير الاول. بعد ما كنا احنا عندنا 105 عامل، عندنا 105 عامل في بالنسبه للعنبر ده، طبعا غير اللي هو المصنع الثاني اللي هو الرش اللي احنا خلاص وفرنا ان احنا نجيب حاجات من بره. دلوقتي كل شغلنا كله مصري 100% 100% منتجاتك انت اللي بتعملها وبتقفلها، ما بتجيبش اشياء من بره؟ لا الحمد لله ما بجيبش اي اشياء من بره. انا عندي مصنع سيلفر ده الادوات المساعده اللي هي زي الايادي والكبات، حاجات اللي هي بتساعد مع الحلل، وعندي برضو الغطا، عندي الغطيان برضو انا بعملها هنا الاستانلس، بعمل كل حاجه ليا انا من الزل من الف للياء، ما بجيبش حاجه من بره. احنا كده نقدر نصدر؟ الحمد لله احنا بنصدر، الحمد لله بنصدر من كذا بلد وشغالين في الدول العربيه كويس جدا الحمد لله. يعني الملكه وعبور سينا مش معتمده على مصر بس؟ لا طبعا احنا معتمدين برضه على التصدير برضه. معنى كده ان الخامات والشغل بتاع حضرتك عالي الجوده؟ طبعا الحمد لله عبور سينا معروفه بعلاوه الجوده والنظافه، ده حاجه ما ايه اللي وقفنا على حيلنا، وقفنا تمام الحمد لله، الجوده بتاعتنا فوق الممتاز. بص الشغل ده لازم تحبه، طول ما هو يحب هيدي لك، انت لاقي نفسك فيه فانت بتدي له وهو بيدي لك. لا الحمد يعني انا عمري في حياتي ما فكرت في حاجه الماده دي بتاتا.
وبرضو الحاج بيحب الشغل. اه طبعا الحاج محمد هو اللي مربيني يعتبر. انا بقول لك انا هنا بقالي 39 سنه يعني من سن 12 13 سنه معايا يعني هو اللي مربيني وتعلمت هنا وكملت تعليمي هنا. الشباب العمال بتوعك وهم بيسمعوك دلوقتي تقول لهم ايه؟ الشباب دي كلها اخواتي. انا عمري في حياتي ما عملت نفسي انا اليوم مدير ابدا. هم فاهمين الكلام ده يعني. لله الحمد ان الناس دي مع في ناس معايا بقى لها 20 سنه و30 سنه و15 سنه ما فيش ناس لسه جايه قريب الا حاجات بسيطه. اما كلهم يعتبر ابناء المصنع يعني. حتى اللي ليه والده هنا واللي عياله هنا كلهم موجودين وكلهم في ثلاثة اخوات واثنين اخوات يعتبر هنا كلنا عيله اسره واحده. احنا في مصنع الملكه معانا رئيس العمال ويعرفنا بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك عبد السلام رئيس عمال مصنع الملكه. شغال مع الحاج محمد خليل من 2006 او بدايتي كانت في مصنع عبور سينا. يعني كنت في العبور اربع سنين لغايه لما جيت بقى 15 سنه يعني. لا اتفضل. بدات من كنت شغال في العبور سينا وبعد كده اتنقلت جيت هنا. طبعا كنت من اول المجموعات اللي اشتغلت هنا. احكي لي بسرعه كده من اول المجموعات ابتديتوا ازاي ودلوقتي احنا وصلنا لفين؟ والله يا فندم احنا بفضل الله وفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني كانت بدايه الشغل طبعا من الحاج محمد ان هو كان بيشجعنا. كنا بادئين بدايه يعني بخط واحد. كان العميل مثلا يحتاج طلب كنا بنسهر عليه بنشتغل من الصبح وساعات كنا بنطبق لحد ما نجهز الطلبيه ونوديها للعميل. بعد كده بدانا نشغل الخط الثاني الخط الثالث. اشتغلوا الثلاث خطوط. بدانا نطلع بيهم الانتاج كامل. ففكره الحاج محمد والبشمهندس والبشمهندسه ان احنا مثلا ايه ليه نشتغل مثلا احنا عندنا الطقم مكون من ست قطع ليه نشتغل الست قطع مثلا على مرتين؟ ليه ما نطلعش مثلا الطقم يطلع كله مره واحده؟ يطلع بدايه من الطقم بيطلع ست حلل يطلع مثلا الطقم شغال على الست خطوط على الست مكابس. وبدأنا بالفعل الحاج جاب ثلاث خطوط تانيين وكبر المكان طبعا ده بناء على طلب السوق لينا. وكنا بنشتغل لدرجة ان احنا كنا بنشتغل ليل ونهار يعني ثلاث خطوط كنا بنشتغل بنطبق. ما كناش يعني ممكن كنا نروح يوم في الأسبوع يومين وخلاص على كده. وكنا بنشتغل نطبق يعني ايه ناخد ال 24 ساعة شغل. وانت كرئيس عمال ايه علاقتك بزمايلك الرجاله والبنات اللي شغالين معاك؟ والله ما تقلش علاقه يعني ايه اخويه في الشغل يعني بينا كده اخويه. زي الشغل ما هو شغل في حاجه بتربطنا ان احنا مثلا يعني بنخاف على بعض. الناس اللي معايا برضو بتشجعني بالنسبة للرجالة الكبيرة مع بالنسبة للشباب الصغير بالنسبة للبنات. يعني احنا بنقعدوا مع بعض هنا اكتر ما بنقعدوا مع اهالينا. انا بعتبرهم يعني مثلا الصغير ولادي واخواتي زي طبعا الحاج ما بيعتبرنا كلنا كده ان احنا اولاده. يعني انا شرف لي ان انا بتعلم منه يعني ادارة العمال ازاي. واحنا في المصنع معانا اتنين من العمال هنتعرف عليهم ونعرف بيعملوا ايه. حضرتك مين معايا؟ منا. حضرتك عبد الرحمن. طيب هنبدا بمنى. منى احكي لي انت بتعملي ايه هنا وشغاله بقالك كام سنه؟ بقالي 8 سنين شغاله هنا بمسح الحله بشوف العيوب اللي فيها بمسك الايادي كده بشوفها بتعمل ايه يعني فيها عيب ما فيهاش كده. طيب بتتغلف وكده. طيب يعني ممكن لو فيها عيوب بتعملي ايه لو فيها عيوب؟ بتتركن على جنب ما بتطلعش في الشغل بتطلع في الهوالك. بتطلع في الهوالك. وبقالك 8 سنين ايه اللي يخليكي قاعده بقالك 8 سنين هنا يعني؟ عشان حابه الشغل يعني. يعني في تعامل كويس؟ ايوه في معامله كويسه وكلهم كويسين هنا معانا مفيش حد وحش معانا. طيب ايه تطور الثمان سنين تطور الشغل ازاي والنهارده احنا في 2021 انت شايفاه ازاي؟ الاول احنا كنا بنجيب الشغل بتاعنا من بره دلوقتي احنا بنعملوه هنا. حتى المسمار بتاعنا بنجيبوه من هنا من مصر مفيش حاجه من بره. يعني حتى المسامير بتتعمل؟ ايوه كل حاجه كل حاجه يعني الحله من الالف قرص من بدايه القرص لحد ما تتحط في الكرتونه بتاعتها من هنا مفيش حاجه من بره. تمام. عبد الرحمن كلمني عن نفسك انت بقالك قد ايه وبتعمل ايه؟ بقالنا 10 سنين هنا وبدانا بحاجات بسيطه دلوقتي بقينا احسن. ايوه الشغل هنا في شركه الملكه بس اللي هو الشغل المعرق بس وشغله كويس جدا يعني.
اليوم بيبدا من الساعه كام وبتعملي ايه وبينتهي ازاي؟ بنبدا من الساعه 8 الصبح اول ما بنيجي بنشتغل عادي يومنا عادي لحد الساعه 12 ونص سرنه البريك، بناخد البريك نص ساعه بعد كده بنرجع تاني لشغلنا عادي. الشغل بتاعنا بينتهي الساعه 4 ونص، بنكون مظبطين المكان بتاعنا ومخلصين كل حاجه وبعد كده بنروح. عبد الرحمن بتبدا اليوم بتاعك ازاي؟ باجي الصبح بغير هدومي، بلبس يونيفورمي، بحضر شغلي عشان نشتغل وكده. بنيجي ساعه البريك بناخد ساعه بريك، بعد البريك نيجي نشتغل. بيجي بعد ما خلصنا الشغل بنيجي الساعه 4 ونص بنروحه، قبل ما نروح بنروق ونظبط شغلنا كله وبنحضر الشغل اللي هو بتاع تاني يوم عشان اجي الصبح الاقي الدنيا كلها نظيفه واحضر شغلي الصبح. شكرا عبد الرحمن، شكرا منا، وان شاء الله اشوفكم تبقوا رؤساء انتاج ورؤساء عمال في المصانع الجديده. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير الجميل، واحنا اثناء التقرير الاستاذه قالت في نهايه الحلقه مسابقه تاني، هيبقى في اتنين، ومع الاتنين الاولانيين اللي فازوا معنا في الحلقه الاولانيه الاربعه هيستلموها في افتتاح الفرع الجديد بتاع الشوروم بتاع الملكة وعبور سينا في مصر. ودلوقتي معانا مداخلة مهمة جدا من المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، اهلا بيك. شكرا لمداخلة حضرتك القيمة لينا. مرسي يا سيدي، متشكر جدا. وانا معايا رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في جمهورية مصر العربية. انا عايز اعرف، في سمعت ان في طفره في التصدير السنه دي عن السنه اللي فاتت، ده مظبوط؟ مظبوط. لو قارنا نفس المده اللي هو شهر ديسمبر ويناير وفبراير، تمام، بنفس الفتره السنه اللي فاتت هنلاقي حصل طفره تقريبا 15% 15% زياده في حجم الطلبات. 15% وفي وقت فيه كورونا، ده كويس جدا. في وقت الكورونا بالظبط، قارن في نفس الفترة بتاعت السنة اللي فاتت مع كل الأحداث اللي بتحصل، في برضو زيادة في الصادرات 15%. جميل جدا. طب وأنا معايا رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وحضرتك عليك عبء شديد جدا لأن الدولة عايزة تصدر، عايزة يبقى زيادة 200%، وأنا فاهم الرئيس ودماغه ما عايز كل حاجة بسرعة، ده كلام مظبوط مبدئيا؟ معلش، لا انا صوتك مش واضح، معلش قول لي تاني. طيب احنا عايزين نعرف طموحات حضرتك كرئيس مجلس تصديري للصناعات الهندسيه، احنا عايزين نوصل لفين ومفروض نعمل ايه كدوله او مصنعين عشان نوصل للتارجت العالي لو حضرتك حابب. طيب انا اقول لك على حاجه تكمله على السؤال اللي انت سالته لي في الاول. تمام. ايه سبب الطفره اللي حصلت 15% الفتره دي بالزبط. واحنا عندنا نفس الكورونا، نفس المشكله، نفس الفتره اللي هي الفتره الشتاء ده السنه اللي فاتت. طيب ايه سبب الطفره اللي حصلت؟ سبب بسيط جدا، انه الصين مصاريف الشحن من الصين لغايه افريقيا واوروبا زادت تقريبا 3 أضعاف، فاثرت طبعا ارتفاع تكلفه المنتج لغايه شامل الشحن لغايه ما بيوصل في المنطقه اللي عندنا. فالدرس بقى اللي هنستفاده انه ايه اللي خلى البلاد مره واحده ان هي تنجذب لمصر وان هي تبتدي تسحب منها منتجات بزياده 15% عن السنه اللي فاتت؟ ان احنا سعرنا بقى منافس مع الاسعار اللي بتيجي من الصين. حلو قوي. ده السبب الوحيد، سبب الطفره في الفتره دي. يبقى الدرس المستفاد الكبير ان المشكله الرئيسيه في مصر هي ارتفاع تكلفه الانتاج. لو احنا عالجنا مشكله ارتفاع تكلفه الانتاج، تخيلنا احنا كمجلس ان احنا هيحصل طفره تصديريه ممكن تضاعف الصادرات من 2 لـ3 في خلال الـ3 سنوات اللي فاتت. فده الدرس اللي احنا اتعلمناه، ده الدرس اللي احنا استفدنا منه في الطفره اللي حصلت الفتره اللي فاتت. المجلس بقى حط خطه، الملخص بتاعها ان احنا هنركز في اربع اطراف، عندنا خطه في اربع اطراف ان احنا نقدر نقلل بيها تكلفه الانتاج. هقولهم سريعا برضه. تمام. اول حاجه طبعا ان يبقى في برنامج دعم للصادرات زي اللي كان موجود في ابتداء من 2006 وتوقف في 2016. ده لازم في برنامج لدعم الصادرات يكون واضح وبسيط. جميل. وبتصرف المستحقات بتاعته في فتره اقصاها 6 شهور من التصدير. تمام. تاني حاجه ان احنا لازم نعالج التشوهات الجمركيه اللي بتاثر
بتأثر في ارتفاع تكلفة المكونات والخامات. ثالث حاجة إن إحنا لازم نعمل برنامج لتعميق الصناعات المحلية، يعني المكونات والخامات اللي إحنا بنضطر نستوردها من برة لازم تكون تتصنع هنا في مصر، لأن هي هتأثر في تخفيض تكلفة المنتج النهائي اللي بتصدر. رابع حاجة ودي برضه جزء مهم جدا، وجود معامل محلية مصرية تكون معتمدة من الدول الخارجية عشان تطلع الشهادات المطابقة هنا من مصر، وتوفر تكلفة إرسال إن أنت تبعت المنتج بتاعك عشان يتعمله اختبارات خارجية. طب أنا هاخد من كلام حضرتك كنموذج، أنا عندي مصنع الملكة معايا أواني طه، ده مصنع بقاله حوالي 63 سنة في جمهورية مصر العربية، وكل اللي حضرتك قلته تنطبق المواصفات واكتر. انا عندي المنتج الخامه الماتيريال جايه من نجع حمادي الومنيوم، اوكي، وبيصنعه هنا، ومن المسمار لغايه الكرتونه اللي بتعبى فيها كله مصري، ومع ذلك عنده مشكله لما بتيجي الواردات اللي جايه من اوروبا ودول شرق اسيا عامله اغراق في السوق، هو مش عارف ينافس، مع العلم انه بيصدر لامريكا، امريكا يعني بيصدر افريقيا وامريكا ودول عربيه، لكن جوه السوق المحلي عنده مشكله. حضرتك رئيس المجلس التصديري تقول لنا ايه او ايه حلها لهذا المنتج يعني على سبيل المثال؟ يعني بص، في دول زي بالذات الصين طبعا عندها بتدي دعم للصادرات، بس احنا هنا في مصر عطول بنقدر بناخد بالنا من المشكله دي. أيوة. يعني لسه ما فيش من كام يوم معالي وزيرة الصناعة نزلت رسوم إغراق، بصراحة أنا مش فاكر إيه المنتج بصراحة، بس نزلت عليه رسوم إغراق عشان هي شفت إن هو الصين بتدعم المنتج ده وعايزة يعني تغزو بيه العالم. فده حل إحنا بنعمله على طول من الوزارة، أول ما بتلحظ إنه في منتج مدعم من الدولة اللي بتصدره بينزل عليه رسوم إغراق هنا، وبتبلغ إدارة الخارجية اللي عندنا عشان تبلغ الخارج إن إحنا هنعمل رسوم إغراق. انا بشكر حضرتك وبشكرك ان برضو في تنويه ان في ممكن نعمل رسوم إغراق على اواني الطهي، وانا عندي كذا مصنع، احنا عندنا اكتر من 20-30 مصنع وطني مصري بايدي عامله مصريه فاتح بيوت كتير، فاحنا بتهالي احنا اولى نبيع لل 100 مليون. طبعا ده اكيد. تمام. شكرا لمداخلة حضرتك شريف بيه الصياد، ونتمنى تشرفنا هنا فضفضة مع روبير نفضفض بقى ونحكي على يعني الصناعات والتصدير الهندسي. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا. شاء شكرا الله. يا فندم شكرا مداخلة حضرتك. شكرا. يعني مداخلة قيمة من رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وبيكلم بيقول احنا بنقدر ونعمل ونسوي، ومجرد ان الصين وذكرها بالاسم، هو اللي ذكر ان زادت او مصر زودت الواردات اللي جايه من الصين 3 أضعاف قدرنا نبيع منتجات معينه. فده برضو بنوجه للساده المسؤولين اللي في الدوله، احنا محتاجين نبص للصناعات الوطنيه، ما هو الناس عملت اللي عليهم، نعمل احنا برضو ايه اللي علينا. الملكه ايه رايك في المداخله؟ طبعا مداخله قيمه جدا. مفيش كلام بعد كلام باشمهندس شريف، طبعا هو قيمه كبيره. زي ما انت شفت يعني، بص موضوع الصين حل صغير جدا، علينا الجمرك شويه، شغلنا حاجه تانية. هو برضو جاب ان الوزاره بدات تتحرك ان في منتج معين اتعمل له اغراق عشان نحرك بيه حاجه معينه. يعني احنا في ايدينا الحلول. في ايدينا الحلول ان احنا نعلي جمارك، نعمل اغراق، عندنا حاجات كتير جدا، وذكر 4 أو 5 حاجات احنا ممكن بيها يعني نعلي منتجنا جامد جدا 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 ونوصل للاسواق الاوروبيه بمنتهى السهوله. هو الشيء المبهج واللي فيه تفاؤل بالنسبه لي انا شخصيا، والناس الساده المشاهدين ياخدوا بالهم منه، ان هو باشمهندس شريف الصياد مدى الحكومه بالزبط. يعني فلما بيتكلم كده فاحنا ان شاء الله المشاكل دي هتتحل ان شاء الله بالزبط. السنه دي السنه الجايه هتتحل، مش بعد قرنين ثلاثه. يعني أكيد. الاداره اللي ماسكه البلد لا احنا ما بنهزرش، الكلام في شغل قوي جدا. طيب قبل ما ننهي، الملكه عليت ليه وبقت هي الملكه؟ قدامنا دقيقتين وبسرعه. الملكه طبعا اصولك
اساسك، اصولك اساسك. الله، دي ما فيهاش جدال وما فيهاش نقاش، اصولك اساسك. رؤيتك للتطور، لازم تعرف ايه السوق، الاسواق الاوروبيه والاسواق اللي بره والدنيا رايحه فين، ولازم اجري واسبقهم بخطوه وخطوتين عشان ما بقاش في اخر السباق، لازم ابقى في اول السباق. دعم الناس اللي حواليك، الناس كلها اللي عندي في المصانع كلها بيحبوكوا جدا، دي ناس مش بتشتغل عندي، دي بتشتغل معايا. الله، فرق كبير جدا جدا من الناس اللي بتكون بتشتغل عندك وبتشتغل معاك. انا بتشتغل معاك، بتدعمك، بتحبك، عايزك تبقى احسن، لو شافت حاجه غلط ما تخافش منك، تقولك انا شفت كذا 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 كذا، وده مش حاجه، ده مش عيب، ده صح. ان انا يبقى اللي شغال معايا في الشركه يبقى بيحبني وبيخاف عليا، وان يعتبر ان الكيان ده كيانه مش كياني انا وهو شغال عندي فيه، لا هو ده الصح، وهو ده البناء الصح لاي شركه او لاي مؤسسه، ان الناس تكون اللي معاك حباك وايديها بايديك، حباك وايديها بايديك. واحنا ايدينا مع الساده المستهلكين المشاهدين، هنديهم المسابقه ايه؟ السؤالين واللي هيجاوب عليهم الاثنين هيكسب اول وتاني متسابق. دول طبعا هيبقوا اضافه للمتسابق اللي فازوا. عندنا السؤال الجديد، الوان بقى المره دي عبور سينا، اللوجو بتاع عبور سينا، عبور سينا مش الملكه. تمام. حاله الضغط من الحاجات المشهوره جدا في منتجاتنا كعبور سينا وملكه. المقاسات بتاعتها كم مقاس؟ اللتر، الساعه بتاعتها كم لتر؟ ده قلناه في الحلقه. لا هم عارفين بقى، هم هيجاوبوا. هم عارفين؟ امال ايه؟ يعني ماشي. حله الضغط كام مقاس؟ واللوجو بتاع عبور سينا. في اي حاجه عايزه تقوليها لاي حد؟ طبعا بشكرك، وبشكر استضافتك لينا الحلقه اللي فاتت والحلقه دي. ده واجبي. وان شاء الله تكون حلقه كويسه ومثمره، ويكون صوتنا وصل لكل الناس اللي احنا بنخاطبهم من الحلقه اللي فاتت في الجهات الحكوميه، عشان منتجنا وعشان بلدنا وعشان نبقى احسن لقدام. عشان منتجنا وعشان بلدنا وعشان نبقى احسن لقدام، بنهي حلقه جميله قيمه. الحلقه دي موجوده عشان ولادنا وعشان بلدنا فعلا. القيمه اللي احنا واخدينها، المنتج اللي انتوا شفتوه، وده مثال زي ما بقول، مش الملكة بس او عبور سينا بس، عندنا منتجات قيمة جدا في مصانع مصرية كتير زيهم. اوكي. منتج انت ضامن عيالك بياكلوا فيه. عشان بلدنا، لما احنا نصنع دوت ونصدره بره هنجيب دولار والجنيه يعلى. ايه دوت؟ الناس المصنعين فاهمين، والمستوردين، والمستوردين ما هو بدل ما يستوردوا وبيطلع الدولارات اللي الناس دي بتجيبها بره، يا عم افتح مصنع ونافسهم. انت عندك 100 مليون، تمام، ده مش سوق، ده احنا قارة لوحدها الحمد لله، وربنا يزيد ويقدرنا. احنا عدد سكاننا بعدد سكان الدول الافريقية العربية، اسف، العربية كلها، اللي هو 102 مليون. كانت جولة قيمة في مصانع الملكة وعبور سينا في اسكندرية، وبشكر المهندسة سمر العربي. شكرا. انا بشكرك جدا، وانت قيمة ودي شهادة، يعني دي حاجة الناس شايفاها، حضرتك نموذج للمرأة المصرية الاسكندرانية الجدعة باللغة بتاعتكو وايوه. تمام. واحنا بنشكركم على الاستضافة عندكم، وبنشكر كل الفريق اللي بيعمل معاكم. شكرا اعزائي المشاهدين، واتمنى تكون فضفضه قيمه، وتصبحوا على خير.